حلقة جديدة من سوريا اليوم، أهلا بكم. تفاعلات ملف شرق الفرات لا تتوقف، مرة من جانب أمريكا ومرة من جانب الروس. هذه المرة تجمع قيادات روسية بقيادات من قوات سوريا الديمقراطية في مطار القامشلي. مصادر لموقع تلفزيون سوريا تقول إن الروس أبدوا انزعاجهم من قسد الذين يحاولون التضييق على التحركات الروسية في المنطقة. تهدد موسكو بالانسحاب من شرق الفرات والإبقاء على وجودها فقط داخل المطار، وهذا إن حصل فهو يعني نسف الاتفاق سوتشي الموقع بين موسكو وأنقرة بشأن شمال شرق سوريا، وهذا إن حصل يطرح تساؤلات حول التحركات التركية، خصوصا أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري استبعد حدوث أي عملية عسكرية جديدة هناك. أما في محورنا الثاني نتناول إعادة هيئة تحرير الشام هيكلة قواتها ضمن 12 لواء بينهم 6 ألوية مقاتلة، خطوة تأتي ضمن طريق طويل تسير فيه الهيئة، محاولة تلميع صورتها في الداخل وفي الخارج أيضا، فاسمها الموضوع على قوائم الإرهاب الدولية يضع كل محافظة إدلب في مصير مجهول لم يحسم إلى اليوم، وكل تحركاتها إلى اليوم لم تفلح في إقفال هذا الملف. قال مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا، قال إن الروس عقدوا اجتماعا يوم أمس في مطار القامشلي مع قوات سوريا الديمقراطية وأبدوا انزعاجهم من التضييق الذي يمارس بحقهم، وهددوا قسد بالانسحاب من شرق الفرات والإبقاء على قاعدتهم في مطار القامشلي فقط. في غضون ذلك استبعد المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري استبعد إطلاق تركيا لعملية عسكرية جديدة في المنطقة. ما بين الماضي والحاضر ثمة اتفاقيات وقعت ورسمت خط سير زماني ومكاني في منطقة شرق الفرات، إحداها خط سير الدوريات الروسية التي نص اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا على تسييرها بالشراكة مع الدوريات التركية بين منطقتي عين العرب كوباني والماليكية، إلا أن واقع الحال على الأرض يبدو أنه لم يرق للروس بسبب ممارسات قوات سوريا الديمقراطية والتضييق الحاصل على قواتهم في المنطقة كما يقولون. التوتر الحاصل في المنطقة دفع القوات الروسية للاجتماع مع قادة قسد في مطار القامشلي بحسب مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، وهدد الروس بسحب قواتهم من شرق الفرات احتجاجا على مضايقات القوات الأمنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية وتدخلاتها بتحركات القوات الروسية ورفضهم مقترحات بإنشاء مراكز ونقاط عسكرية إضافية لها في محافظة الحسكة. مصدر عسكري مطلع قال لموقع تلفزيون سوريا إن القيادة العسكرية للقوات الروسية في سوريا قدمت مقترحا لموسكو ينص على سحب قواتها من المناطق التي تسيطر عليها قسد في شرق الفرات بشكل كامل كعمودة وتل تمر، مع الإبقاء على مركز وقوى محدودة في مطار القامشلي. وسبب هذا التغيير كما أوضح المصدر هو أن الروس منزعجون من عدم تعاون قسد معهم، بالإضافة إلى تجيش أهالي وسكان المنطقة ضدهم ودفعهم للتعبير عن رفضهم لأي وجود روسي في المنطقة. وهنا تطرح تساؤلات حول مصير اتفاق سوتشي الموقع بين الروس والأتراك في حال انسحاب موسكو التي تلعب اليوم دورا إلى جانب واشنطن في الحوار الكردي الكردي عبر مباحثات تجريها مع عدة أطراف، الهدف دفع المنطقة إلى مزيد من الاستقرار وتشكيل جسم سياسي كردي موحد في وقت استبعد فيه المبعوث الأمريكي جيمس جيفري خلال زيارته الأخيرة لشمال شرقي سوريا حصول أي عملية عسكرية جديدة في المنطقة. للنقاش ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والصحفي سامر الأحمد، وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من القامشلي للبحث في الشأن الكردي السيد شفان إبراهيم. شفان، لعلني أبدأ من عندك، عن معلومات إضافية لو لديك عن الاجتماع الذي جرى في مطار القامشلي بين وفدين روسي وآخر من قصد، ما الذي أزعج الروس؟ مساء الخير، مساء الخير للضيف الكريم.
حقيقة المعلومات الوحيدة المتوفرة هي كما أوردها موقع التلفزيون السوري وبعض التسريبات التي تتعلق ضمن نفس المحور وضمن نفس الهدف. لكن ما الذي أزعج الموقف الروسي وما الجديد في الموقف الروسي؟ أعتقد أن هناك شيء يسمى الضغط أو محاولة التلويح بالانسحاب، لأن قضية الانسحاب من عدمه تعود إلى أسئلة متكورة حول بعضها البعض، هي من المستفيد، من المتضرر ومسك المكان. إذا سمحت لي أرغب بطرح ثلاث نقاط قبل الحديث عن قضية الانسحاب المزمع. أولا، الثابت أنه سمت هناك سيولة في المشهد السياسي العسكري الأمني وحتى الإداري في عمشق الفرات، وهناك ربما محاولات حثيثة من قبل الأمريكان والروس لخلق وازنات جديدة ما يدفع بضرورة تعجيل وتيرة الحوار الكردي الكردي. أرغب العودة إلى تحديدا باختصار من 2014 وشعور الروس بأنهم خسروا الملف الكردي تحديدا عبر قوات قسد، بعد أن أسارعت أمريكا إلى ضم قسد نحو زج أو أضوية تحالف الدولي ضد داعش في عملية كوبان 2014، وشعور الروس أن أمريكا سجلت هدفا أو أنها لها خطوة متقدمة في الملف الكردي في شرق الفرات، وهذا الملف لما له تأثير عميق في مسارات الحل السياسي في قرارات 2254. أنا ذلك دفعت روسيا أو حاولت روسيا خلق اختراق جديد في طبيعة العلاقة بين قسد وقوات الحماية الشعبية ومن جهة مع الأمريكا، من جهة ثانية عبر استضافات متكررة لقوات الحماية الشعبية، من جهة افتتاح والممثل الإدارة كان من صلاحيات دبلوماسية، من جهة أخرى ثم محاولات خلق قوة عسكرية مشتركة بين روسيا وقسد وقوات عربية عسكرية في دير الزور، لأن عملية قصة زيتون والموقف طيب. تركيا أجهد ذلك. طيب، هل هناك اليوم، هل هناك ما يشير على الأرض شفان إلى وجود أو معالم انسحاب القوات الروسية من شرق الفرات؟ هل هناك تحضيرات تجري لخدمة هذا الغرض؟ حتى الآن لا، ليس هناك شيء علني، وليس هناك لا تحضيرات مباشرة أو تجري بالانسحاب، إنما هناك تكتيكات روسية. شعور روسيا بأن زيارة جيمس جيفري أقوت أو دفعت بعملية مسار الحل في جنيف، وأنها تقود الدور والموقف الروسي والقوى الروسية في قرار 254، وخاصة تصريح جيمس جيفري بأنها لن تسعى بعملية عسكرية تركية جديدة في المنطقة، ودعم جيمس جيفري والإدارة الأمريكية للحوار الكردي. طيب، أنت تربط بين عدة ملفات تقريبا شفان، لو نفند الموضوع أكثر سامر، ولو أردنا الحديث عن التواجد الروسي اليوم في شرق الفرات، هل هذه الأسباب كافية كما يتحدث موقع تلفزيون سوريا بأن الانسحاب الروسي من المنطقة أو الانزعاج نتيجة التحرشات الأمنية الأمريكية ومن قصد أيضا؟ نعم، بداية لنعود إلى شرعية الوجود الروسي أو كيف دخلت روسيا إلى هذه المنطقة. يوم 22 أكتوبر الماضي 2019 كان هناك اجتماع في مدينة سوتشي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس ونظيره الروسي بوتين، اتفقوا على وقف إطلاق نار دائم، يعني إنهاء عملية نبع السلام مقابل إبقاء الوضع كما هو عليه. تركيا لها وللفصائل التابعة لها المنطقة الممتدة ما بين تل أبيض وراس العين وصولا إلى عمق 30 كيلومتر، ثم تقوم روسيا وقوات من حرس الحدود التابعين للنظام السوري بالوجود في هذه المنطقة كقوات فصل أو قوات حفظ السلام بينها وبين قوات قسد، بشرط أن تكون قسد واليبكة بالانسحاب من هذه المنطقة إلى عمق بعد الطريق الدولي الإنفور. يعني هذا السبب المباشر للوجود الروسي. هذا الاتفاق شرعنا للروس الدخول إلى هذه المنطقة بقوة بعد أن كانت حكرا على الجانب الأمريكي. هنا اليوم لدينا ثلاث قوى رئيسية تتصارع على منطقة هي تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة، تعتبر فيها يجري الصراع يأخذ هذه الدول إلى مناطق أخرى. يعني مثلا الأمريكان والأتراك على هذه المنطقة يتفاوضون في عدة ملفات أخرى، الروس والأتراك يتفاوضون في شرق الفرات على ملف إدلب وعلى ملف سيرت والجفرة في ليبيا. فاليوم الروس الذي أزعجهم ربما أن قسد لم تلتزم معهم بالاتفاق الذي وافقت عليه النظام السوري، وقسد وافقوا على نص اتفاق الموقع بين بوتين وأردوغان القاضي بانتشار القوات الروسية. الدوريات الروسية كانت تقوم بجولات في الجزيرة السورية خلال الفترة الماضية في محافظة الحسكة، كانت تتعرض لمضايقات أمريكية أولا، وثانيا ومؤخرا أصبحت هناك مضايقات من الأهالي، يقال أن روسيا تتهم أنها بتحريض من قسد. ما حصل يوم أمس في تل تمر
أن دورية أمريكية دخلت إلى مدينة تلتمر. تلتمر هي عمق هذا الاتفاق، هو عمق اتفاق سوتشي أو بداية اتفاق سوتشي، بالتالي دخلت إلى حمى روسية، يعني وكأنها دخلت إلى مدينة القامشلي مثلا. فتلتمر والقامشلي هم ركيزتان لروسيا بوجودهم بهذه المنطقة، ما أدى إلى يعني اليوم روسيا لم يعد فقط غير مسموح لها التجول بحرية خارج منطقتها، وإنما في منطقتها هي مهددة بوجود أمريكي. ربما قصد، يقال أنه قصد وقفت مع الدورية الأمريكية وحصل شجار أو ما هنالك ما بين ضباط الروس وقصد. قصد اليوم بعد زيارة جيفري، بعد التعزيزات الأمريكية أو تعزيزات التحالف، ربما حاولت محاولة كسب نقاط جديدة، ولكن الروس اليوم بهذا التهديد بالانسحاب، وهو لن يتم، لأن الروس إذا ما انسحبوا من منطقة شرق الفرات سيخسرون كثيرا في سوريا، لأنه هي المنطقة الاستراتيجية اليوم. هذا التهديد هو ضغط عليهم، ولا نستبعد قريبا أن يكون هناك تلويح بعملية عسكرية تركية جديدة، لأنه اتفاق سوتشي لم ينفذ كما هو مطلوب، وروسيا هي الضامنة للطرف الآخر. هل 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 تقبل برأيك الإدارة الذاتية بالضامن الأمريكي وتركيا سيتشافان طالما أن روسيا تهدد بالانسحاب، وفي حين أن جيفري ينفي أو يستبعد حدوث أي عملية عسكرية من جانب تركيا، هناك من يقول أن تركيا قد تلوح بأي عمل عسكري في أي لحظة؟ أستاذ الكريم، أولا هناك توجس وخوف وقلق كردي عام من غياب الاستراتيجية الأمريكية الواضحة. أكثر من مرة لوحت القوات الأمريكية بالانسحاب في المعادن. قضية الانسحاب الروسي إن حصل ستكون أمريكا هي أحد الأطراف المتضررة نفسها، إذ إن روسيا وفق العرف الدبلوماسي والمعروف هي القوة الشرعية الوحيدة التي جاءت بطلب من حكم النظام السوري. لذلك لن تتمكن أمريكا من فرض أي مشروع سياسي أو أي فكرة إدارية ما لم تكن روسيا موجود شريك في هذه الإدارة. فإن التهديد الروسي، وأنا أيضا أقول لن يكون. طيب الصوت يصل متقطع شافان، ربما يتم إصلاح المشكلة وأعود إليك في سياق حوارنا. أعود إليك اليوم، ما الرابط بين الانزعاج الروسي وتصريحات جيمس جيفري والحوار الكردي الذي أعلن فؤاد عليك منذ أو اليوم ربما عن قرب الإعلان عن مرجعية سياسية كردية عليا؟ الولايات المتحدة تسعى لتعزيز أو تقوية دور المعارضة في وجه النظام. المعارضة التي تقصدها الولايات المتحدة ليس الائتلاف فقط أو هي التفاوض، وإنما تقصد كافة المعارضة وخاصة القصد التي تدعمها والتي خارج المؤسسات الرسمية للمعارضة، خارج اللجنة الدستورية، خارج التفاوض. تصريحات جيفري أنه أن هذا الاتفاق الكردي سيعزز دور المعارضة في وجه النظام، بالتالي نحن لن نتحدث، إذا تحدثنا عن مساحة جغرافية لن نتحدث عن مساحة 60% للنظام مقابل 20% ب 20%، وإنما سنتحدث أن نصف سوريا بيد المعارضة ونصف سوريا بيد النظام. فهذا هو الإشكال اليوم. روسيا أولا من خلال محاولتها الضغط على قصد اليوم بالتهديد بالانسحاب تحاول إعادة قصد إلى دمشق. اليوم قصد تحاول الذهاب نحو أربيل ونحو واشنطن. هذا هو التخوف الروسي. روسيا ليس لديها ورقة ضغط على قصد إلا الانسحاب، وإذا ما انسحبت روسيا يوجد شرعية لتدخل التركي لأن هناك اتفاق. إذن الذي سيترتب على ذلك هو دخول تركيا مجددا. نعم، ربما يتم الضغط أكثر على قصد وتركيا تدخل. نتوقع مناطق مثل توسيع المنطقة شرق رأس العين باتجاه الدرباسية أو غرب تل أبيض باتجاه العرب، وهذا ربما يحصل، مع أنه الجانب الأمريكي طمأن القصد بأنه لا يوجد. ونعود إلى 17 أكتوبر قبل اتفاق سوتشي، كان هناك اتفاق ما بين الرئيس أردوغان وماتيس نائب الرئيس الأمريكي في أنقرة. هذا الاتفاق كان ينص على انسحاب قوات اليابكة، على انفصال قسد عن حزب العمال الكردستاني. اليوم جيفري يعمل على هذا الأمر. إضافة زيارة جيفري همام تهدف صحيح إلى إنشاء مرجعية كردية وإنجاح الحوار الكردي، ولكن هناك ثلاث أهداف رئيسية مهمة. أولا هو تحقيق الفصل النهائي ما بين قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني. ثانيا تأمين العمق العراقي بعدم السماح لإيران بتمدد شرق الفرات. ثالثا وضع حد للتحركات الروسية شرق الفرات، وهذا مهم من أجل تثبيت النفوذ الأمريكي، حماية الحقول النفطية، حرمان الروس والإيرانيين ونظام الأسد من أي مكاسب اقتصادية من تدخلهم بعد سنوات الحرب الطويلة، خصوصا النفط. على كل حال شافان، عاد إلينا
من جديد. كنت تتحدث لي عن المستفيد وعن المتضرر في حال انسحبت القوات الروسية من شرق الفرات، تفضل لو تكمل لي وجهة نظرك. يعني المتضرر الأول ستكون روسيا نفسها، لأن ذلك الأمر سيدفع إلى اتفاق تركي أمريكي لتسيير دوريات جديدة في المنطقة عوضا الاتفاق التركي الروسي. ربما تضغط تركيا باتجاه خلق اتفاق جديد قوام غرب الفرات فقط. ستتضرر روسيا لأن القوات التي ستمسك الأرض عوضا عن القوات الروسية الحكومة السورية، لأنها واستحالة قبول الجانب الأمريكي بذلك. بالمقابل ستتضرر أمريكا نفسها، لأن عدم وجود جانب شرعي في خلق إدارة جديدة في المنطقة لم تكن ضمن تسوية سياسية في الملف السوري كله سيفصل هذه المنطقة وفصل الإطار السوري، إضافة إلى تركيا على الوجود الشعبية في المنطقة ولن يتمكن دعم لا محدود لهذه مشاكل كقطع عثماني وشنغال وضغوط إيرانية وحشد الشعبي وضغوط المركز طيب. في بغداد بالأقليم. لذلك أن هذا تدخل في تهديد على قصد استفادة الروس حدوث أي اتفاق عسكري سأعود إليك سيد شفان. اليوم أين تتركز القوات الروسية؟ ما النقاط التي تتركز عندها القوات الروسية في شرق الفرات وما حجمها أيضا وزنها على الأرض؟ تمام، الوجود الروسي الرئيسي هو في مطار القامشلي إضافة للنادي الزراعي وعدة مناطق أخرى في مدينة القامشلي. هنا منطقة نظام، منطقة مشتركة، منطقة نظام ومنطقة قوات سوريا الديمقراطية. الروسي تركز زور مركز العمليات الروسي هناك، هناك مركز تنسيق أيضا مع قسد في هذه المنطقة أو في منطقة هيمو. هناك انتشار وفق اتفاق سوتشي في كل من عمودة وتلتمر محيط نبع السلام، أبو راسين، درباسية، عمودة، تلتمر، باتجاه الإنفور. تم افتتاح الإنفور بإشراف تركي روسي. عين عيسى أيضا، وصولا لعين عيسى. لكن اليوم الروس عملوا على عدة نقاط من أجل الضغط على قسد، من أجل تحقيق المطالب التركية بانسحابها. عملوا على محاولة تنظيم العشائر العربية والتلويح بتشكيل قوة من أجل ردع قسد. عملوا على إنشاء مركز تنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية وتفاوضوا مع بعض قيادات. ولكن الخطوة التي جاءت مؤخرا أو التحديثات إلى مطار التي جاءت مؤخرا تعكس فشلا روسيا ربما في الاستحواذ على هذا الملف. هي محاولة، أولا جلبت تعزيزات ثم هددت بالانسحاب. هذا كله محاولات ضغط على القيادة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية من أجل عدم السير في المسار الأمريكي. لأن مثل ما حكى جفان، ممكن الأمريكان يذهبون إلى أنقرة مجددا ويتفقون مع الأتراك على اتفاق جديد يتيح لتركيا التدخل بعمق 30 كيلومتر على طول الشريط الحدودي، وهو ما كان اتفاق أنقرة، وإغفال أي دور لروسيا، وبالتالي ستضطر روسيا إلى الانسحاب. روسيا تخشى هذه النقطة، تخشى من الدور الأمريكي. زيارة جيفري كانت تهديد جدي للروس بعد حديث جيفري عن أن الأكراد باتوا اليوم في صف المعارضة السورية. نعم، على كل حال دعونا نتابع بنود اتفاق سوتشي الذي لم تطبق كل بنوده والذي وقع بين تركيا وروسيا العام الماضي، فلنتابع. في 22 من تشرين الأول أكتوبر توصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق في مدينة سوتشي الروسية حول شمال شرق سوريا، إذ نص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من الشريط الحدودي في شرق الفرات وبعمق 30 كيلومترا في المنطقة الممتدة من المالكية وصولا إلى مدينة عين العرب كوباني باستثناء مدينة القامشلي، تجنبا للمواجهة مع النظام. على أن تدخل الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام إلى تلك المناطق الحدودية وتقيم قوات الأسد 15 نقطة مراقبة في شرق الفرات خارج نطاق عملية نبع السلام. كما اتفقت موسكو وأنقرة على تسيير دوريات مشتركة بين البلدين وبعمق 10 كيلومترات على كامل الشريط الحدودي. في غرب الفرات اتفق الطرفان على انسحاب كامل لقوات سوريا الديمقراطية من مدينتي منبج وتل رفعت بريف حلب الشرقي، على أن تكون الشرطة العسكرية الروسية هي الضامن والمشرف على انسحاب قسد من مناطق الاتفاق الروسي التركي. الاتفاق أنهى عملية نبع السلام بشكل كامل، ووفق الاتفاق بين تركيا وروسيا فإن المهلة المحددة لقسد للانسحاب من تلك المناطق تنتهي بعد 150 ساعة منذ دخوله حيز التنفيذ.
عودة إلى البحث في الشأن الكردي شيفان إبراهيم. شيفان، تعليق أخير حول الموضوع، ما أبرز المخاوف اليوم بالنسبة لكم؟ يعني لو سمحت لي بعجالة، تفضل. الاستعجال الروسي في هذا الموقف تحديدا بالتهديد والتلويح بالانسحاب ما رده إلى مخاوف روسية من وصول أطراف الكرد إلى توافق عسكري يقود بالنهاية إلى عضو القوات بشمركة روجافا. هذا الاتفاق برعاية أمريكية وسيؤدي إلى خلق توازن عميق لصالح أمريكا، لذلك تسعى روسيا إلى ما يسمى بالتوازنات اللحظة الحرجة ومحاولة كسب ورقة قصد لصالحها. المخاوف الوحيدة لدى الجانب الكردي هي فشل الحوارات، الانسحاب الأمريكي وعملية عسكرية تركية جدا في المنطقة، لأن ذلك سيعني نهاية أي حلم كردي في المنطقة. تقصد نهاية اتفاق سوتشي الموقع بين روسيا وتركيا وإعادة اتفاق أنقرة بين باتسوى أردوغان والتوافق بين بعض البعض. نعم سامر، ايضا اذا انتهى اتفاق سوتشي انا اعتقد ان الامريكان سيعودون الى تفعيل اتفاق انقره بين ماتس واردوغان الذي وقع 17 اكتوبر والذي يتيح لتركيا اخذ منطقه مع شرعنه قوات سوريا الديمقراطيه والاداره الذاتيه في بقيه المناطق. يعني توسيع نفوذ التركي في شرق الفرات على حساب نفوذ روس. قوات سوريا الديمقراطيه وروسيا. على كل حال شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي سامر الاحمد، كنت معنا في الاستوديو. لا انسى ان اشكر البحث في الشان الكردي شيفان ابراهيم، كان معنا عبر خدمه سكايب من القاهره مشلي، ونعتذر عن تقطع الصوت من المصدر. مشاهدينا بعد الفاصل محورا اخر، ابقوا معنا.